السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم جينا لواحد منطقه سميتها تيغمرت كيعرفها الجميع، منطقه كتبعد على مدينه قلميم 15 كيلومتر. هذا المكان فاش كنتواجدوا حاليا سميتو جاردان دي في، يعني حديقه الحياه. غادي نتلاقاو فيها صاحب هذا الجاردان وغادي نشوفوه شنو الارتسامات ديالو وشنو غيقول على هذا المشروع. خليكم معنا. السلام عليكم، معكم بلال السماري صاحب حديقه الحياه الايكولوجيه. تقريبا بدينا التاسيس ديال هذه ولا كرياسيون ديال هذا المنتجع في 2018. من ابرز الاكراهات اللي كتواجه هنا في هذا الميدان ولا من بدايه التاسيس كانت ابرزها كورونا بطبيعه الحال، اللي كنا امنين اننا نزيدوا واحد الطفره ونتشجعوا. كيف كتلاحظوا جميع الحدائق وجميع المنتجعات في تيغمرت هي كتوفر وكتحافظ على التراث الصحراوي التقليدي بطبيعه الحال. كيف كتشوفوا خيام الشعر واماكن اللي هي بدات بمواد اوليه في الصناعه من اجل راحه الزوار. بطبيعه الحال هذه المناطق كلها كتحتاج لتاهيل سياحي بطبيعه الحال من طرف الجهات المنتخبه، وهذا واجب لانه المنطقه تحتاج فعلا لاهتمام سياحي كبير وتشجيع الطاقات الشابه اللي كيقوموا بهذه المنتجعات السياحيه من اجل التشجيع على الاستثمار والسياحه. الفضاء ديال حديقه الحياه قبل 2018 كان عباره عن بلاصه اللي كانت يابسه، بزاف اكوام ديال التراب هنا وهنا وهنا، يعني ما كانتش شي بلاصه اللي كانت تصلح انها تكون مجال اخضر. اضطرينا نديروا بزاف ديال الاشغال من اجل نرجعوها بعد خضرها هي الاولى ونرجعوها انه مكان قادر يستقبل الناس. لقينا بزاف ديال المشاكل، من بينهم جات المشكل ديال كورونا، اللي كنا طامعين ان قبل كورونا ان ندخلوا شوي ديال 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 الماده اللي تخليك تطور منتوج، لكن للاسف الشديد جات كورونا هرست كل شيء. من بعد كورونا كاين بزاف ديال العوامل اللي معاها اللي زادت هرسنا، هي انه كاين حتى عدم التعريف بالمنطقه خارجيا. منطقه واد نون هي عندها مؤهلات سياحيه اللي هي كبيره بزاف، لكن للاسف الشديد غير معرف بها، ما كاينش اللي يعرف شنو هي واد نون، شنو عندها وكذا وكذا. حاولنا نديرو مجهودات شخصيه، تكلمنا مع وكالات اللي كتجيب اجانب عندنا هنا لهاد المنطقه، وكنلقاو نفس المشكل انه حتى الدعم المعنوي قبل كل شيء ما كانش من لدن السلطات، اضافه الى الدعم المادي، لان هذا الشيء الصراحه كيحتاج بزاف ديال 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 الماده الا بغيتي توقف على رجليك. تيغمرت كما كيعرف الجميع هي واحه، الا بغينا كاع نقولوا فهي اخر واحه في هذا الجنوب. اخر واحه كاينه هي تيغمرت، عندها مؤهلات اللي هي كبيره، انها كتوفر على واحد الغطاء ديال الناخل اللي كبير بزاف. عندها كانت قديما كان عندها العين، اللي دابا عندها مشكل ديال العين، اللي المال اللي جفت بسبب عده اسباب خارجيه لا داعي لذكرها هنا. الحال واحد تيغمرت اللي من بين الواحات اللي كانت عرضه للحرائق، يعني كل عام كتلقى خمسه الحرائق وسته كيشعلوا فيها، ومازال عرضه كذا وكذا وكذا، مازال ديال الحرائق. غادي نعطيكم نبذه على حديقه الحياه بعدا. حديقه الحياه هو واحد الاسباس اللي هو ايكولوجي بين النخيل اللي كما كتشاهدوا. هنا عندنا بزاف ديال الخدمات اللي كنقدموها، خصوصا بالنسبه للسياح، انه كاين حديقه الحياه هو مكان تقليدي طبيعي، اولا كيعطيك راحه ديال النفس، وكتحس انك فعلا في المكان ديال الواحه والمكان ديال التراث الصحراوي. من ابرز الامور اللي كتحتاج هذه المنطقه ديال تيغمرت اولهم البنى التحتيه، اضافه الى ذلك دعم مادي ومعنوي لهاد الناس اصحاب هاد المشاريع والمنتجعات. هذا الامر هو ضروري بالنسبه للتشجيع على السياحه، كما هو جاي في مجموعه من اتفاقيات اللي كتقوم عليها الجهات قلميم واد نون. لانه يعني التراث اللي كما كتشوفوا راه هنا ما كاينش شي ماده داخله، كنستعملوا فقط المواد اللي كتواجد في الواحه.